ماما حنان. نعم ماما. أنا أدري هواي ضايقتك وحنيت عليك، بس شنو صار على موضوع أمي؟ ما أدري شو أقول لك يا يمه. كل ما أكلم أبوك يعصب علي، أنا شبيدي يمه؟ بس ليه متى؟ أمي محتاجتني وأنا محتاجت لها. خلاص تعبت. وليش يعصب؟ خلاص علشان خاطري يهدي الحين. العصبية والانفعال مو زين حقك. بعد مني أنا راح أكلمه علشان يوافق زين؟ يلا نامي، حاولي تنامين حبيبتي. يلا بنيتي.